سماء ليلة صيفية صافية، علم فلسطين يرفرف جنب منصة العرض، وعارضات جميلات يرتدين أزياء رائعة بألوان الباستيل الصافية. تلك هي أزياء المصمم الفلسطيني الشاب جمال تسلق التي قدمها ضمن فعاليات ألتا مودا روما. بالفعل حلمي أني أعمل عرض كبير وأخذ مجموعة على مدينة القدس، اللي هي بالفعل خلينا نقول المدينة اللي تجمع الثلاث ديانات، الإسلام، اليهود، المسيحيين. حابب أقدم هاي المجموعة خاصة من شان أبقى أفهم الكل شو معنى السلام، شو معنى الثلاث ديانات، كيف اتفقت مع بعض، كيف عاشت بسلام، وكيف لازم تعيش بسلام. وهذا إن شاء الله رح تكون رسالة بشكل بسيط أقدمها لهذا العالم، ويكون انطلاقها من مدينة القدس. واختار تسلق المبنى الجديد لسفارة دولة فلسطين في روما مكانا لعرض نماذجه التي تتغنى بالسلام وبألوان طيفه اللامتناهية. هذا صحيح. في الواقع عندما وافقت انه المصمم ازياء فلسطيني يعرض في سفارة فلسطين، هو للتأكيد على ان الفلسطيني عندما يسمح له وتتاح له الفرصة فهو قادر على الإبداع. وهذا الشاب أبدع في إيطاليا مهد الموضة وتصميم الأزياء، وهو هذا العرض مستلهم من التقاليد والتراث الفلسطيني. جميع هذه الأسباب جعلتنا نوافق على عمل هذا العرض في السفارة، وخاصة أن العرض الأخير سيتناول الألوان السلام وشيء من التراث الفلسطيني. بهاي اللوحة الفنية، اللوحة الملونة اللي هي سبع فساتين من سبع الألوان للسلام، لعالم السلام، حبيت كفلسطيني أو كإنسان في هالعالم بشكل عام أقدم إنه هو السلام هو أحسن شيء أو أريح. يعني الشعب بالفعل، أنا متأكد من الطفل لأي رجل لأي شخص كبير بالسن بحب هذا، لأنه السلام هو أصلا من إرادتنا، من راحتنا. فأنا كفلسطيني بطلب السلام لفلسطين ولكل العالم.